من حكومة السيد المالكي ولحد هذا اليوم لم تكتمل مجاري الديوانية، مما أثر بشكل كامل على تأهيل المناطق وتقديم الخدمة للناس. واقع المحافظة اليوم يختلف عن السنوات السابقة. بدينا احنا بحكومة عفوا المقاطعة، يعني 18 سنة مشروع مجاري لحد الآن ما كامل؟ نعم، هذا المشروع أحيل لشركة الرافدين زين، ومن ثم إلى شركة نور الأفق، وحاليا بعض الفقرات أحيلت إلى الشركة الإسبانية المنفذة ل 42 حي اللي أحيلت من وزارة الإعمار والإسكان برعاية دولة رئيس الوزراء. قمنا نتخوف من أي شركة بها اسم نور، ما أدري هي ذاك الاتجاه أو لا ما معلوم. زين، شنو الأسباب كل هذه الإحالات؟ زين، شنو السبب اللي الشركة الأولى ما كملت المشروع حتى يحال إلى الثانية والثالثة؟ شنو أسباب التلكؤ؟ الشركة الأولى هي شركة ما مختصة بالمجاري، مختصة ببناء السدود، وهي شركة إحدى شركات وزارة الإعمار، وبالتالي عدم إمكانيتها وعدم الخبرة بهذا الموضوع أدى إلى فشل هذه الشركة وتلكؤ في تنفيذ المشروع. ثم بعد ذلك صار قرار بمجلس الوزراء سحب العمل من شركة الرافدين وحيل إلى شركة نور الأفق اللي هي واقع الحال أفضل من شركة الرافدين، بدأت تنجز بعض المناطق، بدأت تدخل الخدمة لبعض المناطق، لكن هناك أكثر من 25 محطة رفع وسحب لم تنجز لحد هذه اللحظة في مركز المحافظة، وبالتالي يعني في موسم الأمطار احنا نعاني بهذا الموضوع. بعض المناطق هي مؤهلة بشكل كامل، دخلت الخدمة، لكن محطات الرفع لهذه المجاري لهذه الشبكة ما موجودة. بالتالي اليوم أحيلت قسم من هذه الفقرات إلى الشركة الإسبانية، وباشرت بها الشركة الإسبانية قبل 3 أشهر. شنو الأسباب اللي شخصتوها؟ يعني شنو كانت مثلا نقص في التخصيصات المالية، لو الأموال متوفرة لكن عدم خبرة أو جاهزية هذه الشركات لتنفيذ هذا المشروع؟ احنا بحكومة السيد المالكي اكو تخصيصات، بعدين جتي داعش بال 2014 ووقفت جميع المشاريع اكثر من 3 سنوات، وبالتالي هذا اثر حالة الاندثار لبعض الفقرات اللي موجودة بالمشروع، النسيان لهذه المحافظة، المظلومية اللي من الحكومة المركزية لهذه المحافظة، كل هاي اسباب خلت المشروع يفشل. ليش؟ لان انت عنده سيوله ماليه ما موجوده، ما متوفره، متابعه حقيقيه ما موجوده على اعتبار المشروع وزاري، والشركه ايضا هي مو كفؤه، وكلها بالتالي فشل المشروع والمواطن الديواني هو المتضرر. كم سنه صار منذ انطلاق المشروع بالمرحله الاولى؟ يعني من زمن حكومه عادل المهودر وزير البلديات، ولحد هذه اللحظه لم تكتمل مجاري ديوانيه في مركز المحافظه.